التقرير ده عن حديقة الحيوان بالجيزة، ودي أول مرة بيكون في تفاعل الأطفال مع الحيوانات الأليفة بالحديقة بشكل مباشر. أنا ببقى سعيدة جدا لحديقة الحيوان، كمان بتدي للأطفال كده بهجة وبتديهم طاقة، وبيفضلوا دايما عندهم ذكريات لأن هم بيذاكروا وبيشوفوا الحيوانات، لما بيشوفوها عن قرب بيبقى حالة جميلة جدا. إن شاء الله هنرجع نقدم بعد الفاصل فقرات أرجو أن أنتوا تكونوا معانا فيها. فصل قصير ونعود ونستكمل معكم التاسعة لهذه الليلة. هو الفكرة بداية ان هو كان جزء خاص، هو كان مطلب رئيسي من مطالب الاتحاد الافريقي ان يكون في جزء خاص بالإدوكيشن، بالجست يجي ياخد انفورميشنز عن الحيوانات في الوايلد لايف، بياخد فكره طريقه الاكل والمعيشه والموطن. فبدانا نفكر ان احنا ازاي نعمل حاجه، الحاجه دي تكون فكره جديده ان الجيست يجي كونتاكت مع الحيوانات بشكل مباشر، مش فكره ان هو يكون داخل قفص. فاخترنا مجموعه من البيتس او البيت انيمالز، دي معروفه ان هي محببه للاطفال، الاطفال بيحبوها، يحبوا يلعبوا معاها. فده انا اشتغلنا معاه شويه لان هي فكره ان هي تكون في الاسر غير ان هي تكون كونتاكت مع البيبول يقدروا يقربوا منها. بالنسبه للحديقه الطفل بالذات احنا بنحاول ان احنا دايما نكون على ملاحظه يوميه ليها بالذات لان هي في تعامل مباشر مع الاطفال، فده ممكن يعرض الحيوانات نفسها لستريس شويه، فلازم دايما نكون عيننا عليهم باستمرار. يعني في كمان حاجات بالنسبه لدخول الصيف، في بعض الحيوانات اللي هي مش بتستحمل الحراره، فدي لازم مثلا نقص لها شعرها، وبالعكس في حيوانات تانية برضو بتبقى محتاجه تدفئه شويه زي الزواحف مثلا، دي بيتم ليها اضافه وسائل تدفئه اكتر في الشتاء. جميله جدا وامان ونظافه وكل حاجة، تحس ان انت قاعدة في مكان جميل، ولادي يلعبوا مع الحيوانات كده منهم ليهم، يعني ما فيش اي حاجة، والمكان نظيف جدا، وانت بيروح يجي تحس انت مطمنة، يعني المكان حلو قوي وفي حاجات جميلة حلوة عشان ما يبقاش في خوف او الكلام ده. وخاصة ان هم اصلا هي يعني حديقة الطفل دي معمولة ان الحيوانات اللي فيها اصلا اليفة، مش هتأذي الطفل في اي شيء. قعدت العب مع الحيوانات وبصراحة يعني ما فيش حاجة كانت ولا بتخربش ولا تعض اي حاجة، واتصورت مع الحيوانات واكلتهم وكان ما بيعملوش حاجة، لعبت مع حلوات وصوت وصورت معاهم.